سريعة وجميلة زي الأرنب كده على طول. برضه أنا اتعلمت كده إزاي نرسمها قطة مثلا، نحب نرسمها قطة، نرسمها إزاي؟ نرسم قطة إزاي؟ لما نيجي نرسم قطة أول حاجة من تحت بناخدها من تحت، نعمله إيه؟ نعمله دي، نعمله دي، نعمله دي مثلا لو الجلدة كده. زي المخدة تمام، ناخد الجلد ده كده اهو، نعمل الكام حركة دول ونطلعه بيه. أنا أعتبر بإن البودي الجسم بتاع القطة ده يعني ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن كل اللي هيظهر فيه الرجلين اللي قدام إيه، والديل جزء من الرجل اللي ورا، جزء من الرجل اللي ورا يبقى إحنا خدناه. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني الرجلين اللي قدام نطلع كده بيهم بمنتهى البساطة، هنا في المفاتيح فاكرين الأرنب كان عامل ازاي؟ شبهه كده بالظبط، شبهه. نعمله فيه ايه؟ محمد واحدة واحدة، احنا نعمل الخطوتين دول ثلاثة، هم الرابعة بتاعتها خلاص بمنتهى البساطة. هو حد يقول لك الرسم صعب ولا في مشكلة ولا حاجة كده؟ ظهر قدامي ديل القطة إنها قاعدة، ده البودي بتاعها، دي رجلين ودي رجلين من ورا، يبقى أنا أصبح عملت دي قدمين اتنين رجلين اتنين رجلين، مفيش أي مشكلة. القطة بتمتاز بإيه بقى؟ بشنب، أنا عاملين لها شنب. القطة بتمتاز بإيه؟ شنبات، زي الكلب ما عنده شنبات، القطة كمان عندها شنبات، طب نعمل لها وشها؟ تعالى شوف منتهى البساطة تعمل كده، هتطلع من هنا من الخد ده شكل، ومن الخد ده شكل، لما تعملوا ايه؟ بتغنيه. طب نعملها رموش؟ نعملها رموش برضه قصاد بعضيهم، كل واحدة قصاد الثانية. طب نعمله عينين؟ يلا بينا نعمله عينين، منتهى البساطة، دايرة كده ايه ودايرة كده. طب الدايرة الثانية الكبيرة فين؟ يبقى اهي الأكبر منها، واللي بعديها اهي نفسها بالظبط. بعد كده نشيلها الدايرة تانية أكبر خالص، أكبر خالص أهي، قفلت عينين القطة. فيها حاجة صعبة بس مش صعبة، نقفل العينين دي كده ونقفل العينين دي كده. هتلاقي الكلام ده ببساطة شديدة جدا ظهرت عينين القطة. نعمل لها ودان، نعمل سبعة هنا اللي هي الثمانية المقلوبة، يعني كل حاجة بنعمله مقلوب، يبقى احنا نعمله دي كده، نعمله دي كده، نعمله دي كده، ونحط لها من هنا، نحط له الكلام ده، خلاص اتفرش، ودان القطة، ودان القطة عملت ايه يا عم محمد؟ اتفرش بالشكل ده. طيب نعمله مناخير، نعمله مناخير وبق كمان، يلا بينا نعمله المناخير والبق. شوف بمنتهى البساطة اهي، ادي حركة اتنين تلاتة، نعمل كده، نعمل كده. طب نعمل ايه تاني يا محمد؟ نعمل اللسان، نظهر اللسان بالابيض، يبقى نحدد حواليه بايه؟ بالاسود. برافو عليك، يعني كده وضحت جدا، سهله جدا، وتحتاج نفس الصوره لما تعمل كده وتطلع قطه في النهايه كده جميله. ايه رايكم؟ حد عنده تعريف يقول لي؟ طبعا انا بكتب كل اللي بيعلقوا وبيبعتولي، بشكرهم من كل قلب. بقول لهم انا والله بعلمكم حاجة، اطفال صغار اللي حابب يتعلم الرسم يتفرج على الفيديوهات كلها، الرسم اللي بيحب يرسمها أفضل شيء طبعا يخص نفسك نفسك، علشان تتعلمت الرسم أنت بنفسك، تتعلمه أولادك كمان، تخش أولادك، وأنت تتعلمه من عيالك، رسمة بسيطة ممتازة، تعمل كده، تعمل كده، تعمل كده، طلع بيه، أهو،
وانت تلون زي ما انت عايز. يعني هنا احمر والبقعة احمر من نفس الصورة، والوش ده مرتاح، شعر اصفر، شكل قطة جميلة اهو، تقدر ترسمها على اي حاجة. ونقول ايه كده، فراخ مقلوبة، وده فراخ معجنة.